الجيش الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة يتقدم باتجاه المنطقة الغربية تحديدا في مدينة رفح، خاصة وأن هذه الدبابات انطلقت منذ يوم أمس من المنطقة الحدودية مع الجانب المصري وتوغلت باتجاه المنطقة القريبة من منطقة مواصي خان يونس. السكان والعائلات النازحة تفاجؤوا بوجود الدبابات على سفوح التلال في هذه المنطقة، ونهار هذا اليوم لحقت أيضا دبابات أخرى باتجاه هذه المنطقة. قذائف المدفعية الإسرائيلية سقطت على المنطقة وعلى السكان وعلى العائلات النازحة في المنطقة الغربية، ولذلك نشهد حالة نزوح متواصلة باتجاه منطقة دير البلح ومنطقة نواصي خان يونس. حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي يدمر ويخرب ويجرف ويحرق المنازل في منطقة الشابورة في المنطقة الغربية لمدينة رفح تحديدا، بالإضافة لعمليات قنص السارف السكان في المنطقة الشمالية من مدينة رفح. قبل قليل سقط شاب ضحية بعد استهدافه من قناص إسرائيلي في المنطقة القريبة من منطقة جنوب مدينة خان يونس، وهي المنطقة الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس. تشاهد حتى هذه اللحظة ألسنة الدخان تتصاعد من المناطق الغربية والمنطقة الوسط في مدينة رفح بعد استهدافات مكثفة سواء كانت للمدفعية الإسرائيلية أو الطيران الحربي الإسرائيلي الذي ما زال حتى هذه اللحظة يقصف المنازل في وسط مدينة رفح وفي المنطقة الغربية لمدينة رفح. أيضا منذ ساعات صباح هذا اليوم الدبابات الإسرائيلية انسحبت تدريجيا من منطقة حي الزيتون، وهي المنطقة التي توغلت فيها الدبابات منذ عدة أيام، وانسحبت إلى الأطراف الجنوبية لمنطقة حي الزيتون. وعندما عاد عدد كبير من السكان إلى منازلهم في منطقة حي الزيتون دخلت الدبابات مرة أخرى وأطلقت النار تجاه السكان، وسقط ضحيتين من السكان الذين حاولوا العودة إلى منازلهم في منطقة حي الزيتون، بالإضافة لإطلاق النار من الطائرات المروحية الموجودة في المنطقة الشرقية من منطقة حي الزيتون. قبل قليل طائرة إسرائيلية مسيرة ألقت قنابل على السكان في منطقة شارع كشكو، وهذا الشارع في المنطقة الشرقية لمنطقة حي الزيتون، وسقط 5 ضحايا في هذا الإلقاء للقنابل على السكان. نتحدث هنا عن سقوط 7 ضحايا حتى هذه اللحظة منذ ساعات صباح هذا اليوم حتى الآن في منطقة حي الزيتون لوحدها في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. أيضا قبل دقائق قليلة الجيش الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا في منطقة مخيم الشاطئ في المنطقة الغربية لمدينة غزة وخلف مستشفى الشفاء تحديدا. نتحدث هنا على انتشال عدد كبير من الإصابات، حتى هذه اللحظة الإصابات تنقل إلى المستشفى المعمداني في وسط مدينة غزة. لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة على أعداد الضحايا أو الإصابات، ولكن هذا الحدث قبل دقائق قليلة، وحتى هذه اللحظة يجري عملية نقل الإصابات أو الناجين والضحايا من تحت ركام المنازل المدمرة في منطقة مخيم الشاطئ. شكرا جزيلا أسامة على هذه المعلومات والتفاصيل، نبقى دائما معك في كل جديد حول هذه التطورات في قطاع غزة.